السلام عليكم. يقول سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. الصر شدة البرد. وقوله سبحانه: يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي فيهم علامة الحرب، فهو مأخوذ من السيماء. قيل: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم صفراء، وكان حمزة موسوما يوم أحد بريشة. يقول سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الكبت الرد بشدة وإذلال يورث شدة غيظ وحزن ووهن يقع في القلب، كقوله تعالى: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ويقال: كبت الله عدوك، أي أهلكه. وقيل: التاء في كبت أصلها دال، مأخوذ من الكبد وهو إصابة الكبد، والعرب تصف الكبد بالاحتراق للتعبير عن شدة الحزن، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: فبكيت حتى ظننت البكاء فالقا كبدي. ومن ذلك أيضا ما أنشده الحكم المستنصر آخر خلفاء بني أمية في الأندلس: فيا مقلة العبرى عليها اسكبي دما، ويا كبد الحرى عليها تقطعي. قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم، تقتلونهم حتى تستأصلوهم عن آخرهم. يقال: سنة حسوس إذا أتت على كل شيء. ويقال: البرد محسة للنبت، أي مهلكة له تذهب به. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. الكلام هنا عن غزوة أحد وما وقع فيها للمسلمين من البلاء. يقول سبحانه: إذ تصعدون، أصل الإصعاد الإمعان في الذهاب على صعيد الأرض، فتصعدون تبعدون في الهزيمة. ولا تلوون على أحد، أي لا يقف أحدكم للآخر ولا يلتفت إليه ولا ينتظره. فأثابكم غما بغم، فجازاكم غما متصلا بغم، غم القتل والجرح وظفر المشركين، ثم غم الإرجاف بإشاعة خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لتتمرن قلوبكم على الصبر في الشدائد، فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت ولا ضر واقع. يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحوب الكبير الإثم العظيم. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب إلى أن تجوروا أو تميلوا. يقال: عُلت علي، أي جرت علي وظلمتني. ومنه العول في الفريضة الشرعية، وذلك إذا زادت سهام الورثة على واحد صحيح، كأن يكون في الفريضة ابنتان وأبوان وزوجة، فللبنتين الثلثان وللزوجة الثمن ولكل من الأبوين سدس. فكان الأصل أن تكون المسألة من 24، فصارت من 27 سهما. يقول أهل الفرائض في مثل هذا: عالت المسألة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عن طيب نفس. وهذا خطاب موجه للأولياء لا إلى الأزواج، لأن الأولياء في الجاهلية كانوا لا يعطون بناتهم شيئا من مهورهن، وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئا لك النافجة، لأنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله فتنفجها، أي تزيدها وتعظمها. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. يقولون:
لا أصل له ولا فرع. قيل هي مصدر من قولهم تكلله النسب إذا أحاط به، ومنه سمي ما يوضع على الرأس إكليلا لإحاطته به. فالآباء والأبناء طرفان للرجل، فإذا مات الرجل مع ذهاب طرفيه سمي ذلك كلالة على وزن شجاعة وسماحة. قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تقهروهن وتضيقوا عليهن في العشرة لتترك لكم ما أعطيتموه من الصداق أو بعضه أو أي حق من حقوقها على وجه القهر والاضطهاد. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.